من يوم 30 للنهارده الاقباط كان متوقع طبعا ان هم يدفعوا فاتوره كبيره، لكن الوضع اصعب كتير من المتوقع في ظل ان كمان الدوله رخوه جدا، ايديها يعني مش عايزه تتفاعل مع الاحداث، مش عايزه تتفاعل مع اي احداث، وللاسف الامن بيتدخل بعد فوات الاوان. ده أدى إلى احتراق عشرات المنازل وتهجير عشرات الأسر، قتل عشرات في الصعيد، شفنا قصة بتقتل في العريش وواحد بيتذبح وناس بتتخطف، مسجلين أكتر من 80 حالة اختطاف في الصعيد بس من بعد 30 يوم. علي وعلي وعلي الصوت، علي وعلي وعلي الصوت، علي وعلي وعلي الصوت، علي وعلي وعلي الصوت، نزلنا النهارده ضد الارهاب اللي موجود من يوم 30 يونيو، من يوم ما نزلنا، عشان نطهر البلد من الاخوان ومن الفاشيين اللي كانوا موجودين فيها ونظام الفاشي. الشريعة الاسفلت بيصرخ ليه؟ والاسفلت بيصرخ ليه؟ دم اخواتنا سال عليه، دم اخواتنا سال عليه. في اسيوط وفي المنيا وفي العريش وفي كل دواحي المحافظات ارهاب ممنهج من كبر الجماعات الارهابية، تحريض مستمر على المنصة الرابعة العدوية من كبر جماعة الاخوان ضد الاقباط نتيجة نزولهم يوم 30 يوليو وانقلابهم على الاخوان. انا بقول احنا نزلنا يوم 30 يوليو انقلابا على الارهاب وعلى الاخوان وليس على الاسلام. نحن ليس ضد الاسلام ولا بنقلب على الاسلام. يعني هم قالوا ان احنا اللي عملنا ثورة 30/6، الاقباط بس هم اللي كانوا نزلوا 40 مليون. مش عارف بصراحة الاقباط دول مرة يبقوا 5 مليون ومرة يبقوا 40 مليون. دلوقتي احنا اللي بنعاني، شيلنا رئيس عشان ما عملناش حاجة اصلا، وفي اساسه هو اللي عمل الارهاب. هم دلوقتي عايزين يحولوا مصر حرب اهلية عشان خاطر الدنيا كلها تتلقي ويحاولوا يرجعوا الرئيس المخلوع. وانا بقول لهم من هنا ان عمر المخلوع ما هيرجع تاني.